لو قلت لكم ان جارتي خاصة على الوصفة ديت 52 كيلو مش هتصدق. وصفة جميلة جدا جدا، وصفة روعة، اقوى وصفة هتنزل معاكي كل الدهون المتراكمة. والمفاجأة كمان يا جماعة ان هي ما كانتش ماشية على نظام خالص خالص خالص، ولا كانت بتلعب رياضة ولا كانت بتعمل اي حاجة. عايزاكم تجربوا الوصفة دي ان شاء الله معايا. الوصفة دي يا جماعة خلال 10 ايام بالظبط هتنزل معاكي كل الدهون المتراكمة. عايزة تعرفي الوصفة دي اتعملناها ازاي، حطوا لايك وشيروا الفيديو. عاملة الفيديو قصير علشان ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهاردة، لانها بجد والله يا بنات وصفة روعة ممتازة، هتجيب معاكي نتيجة ممتازة. فكده يا بنات شيروا الوصفة ويلا تعالوا نشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا، وصفة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هتنزل دهون معاكي بطريقة كويسة جدا، هتنزل دهون وهتنزل وزن كمان. وصفتنا زي ما قلت لكم يا بنات وصفة سهلة وان شاء الله هتبقى من قلب مطبخ. لو عرفتوا ان هي لها تأثير ازاي في نزول الوزن هتقومي دلوقتي تعمليها. وصفة سهلة وكويسة جدا. عايزة اقول لك لو انت وزنك عالي او فوق ال 100 كيلو ان شاء الله هتزود معاك سرعة الحرق وهتخلي جسمك ينزل في اقل مده ممكنه. ازاي؟ لو انت تابعت الوصفه معايا للاخر هتعرفي ازاي. عايزه اقول لكم بس ان الوصفه بتاعتنا وصفه كويسه جدا. الوصفه دي من اروع واحسن الوصفات اللي انت ممكن تعمليها، بس لو انت دومت عليها بس لمده اسبوع ده هيبان معاكي فرق رهيب جدا جدا في المقاسات وفي الوزن وفي كل حاجه. عايزين تعرفوا الوصفه عملناها ازاي؟ يلا كده يا بنات نحط لايك للفيديو. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. ولو كنت انت او انت ما اشتركتش لسه في القناه يا ريت تشرفوني كده وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل علشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. يلا بينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده يا بنات هنستخدم النهارده في الوصفه بتاعتنا الكمون المطحون. لو احنا حابين ان احنا نستخدم الخشن مفيش مشكله، بس علشان الكوبايه دي باذن الله انا يا دوبك هعملها كده على ميه مغليه، فانا علشان كده انا اخترت الكمون المطحون. وهقول لكم على حاجه برده معلومه بسيطه جدا، لو انت استخدمت الكمون المطحون لازم تكون انت عاملاه على ايديكي، ما تحاوليش ان انت تشتريه من بره، لان الكمون اللي بيبقى جاي من بره بيبقى على اضافات وبيبقى مش مضمون بمعنى اصح. عايزه نتيجه كويسه جدا اعمليه انت على ايديكي. بصوا بقى ده الكمون الخشن اهوت، يعني اهو ده الكمون الخشن انا طحنت منه. بصوا اهو انا طحنت منه الكميه اللي شايفينها ديت على اساس ان انا هعملها كده تبقى سهله. لو انت حابين تستخدموا الكمون الخشن هنغلي الوصفه بتاعتي ماشي. ف يعني افضل حاجه ان انا هستخدم الكمون المطحون علشان ايه؟ هنعملها على ميه مغليه. طبعا زي ما انتم عارفين يا بنات ان الكمون المطحون ده يعني مهم جدا في الوصفه اللي انا هعملها ديت. طب الكمون بيعمل ايه؟ زي ما قلت لكم الكمون بيشيل كل الانتفاخات الموجوده في البطن والغازات كمان. يعني انت مثلا لو انت كلت ولا حاجه وحاسه ان انت ما انتش مرتاحه هنعمل وصفه زي ديت، ده خلاف ان هي كمان هتزود معانا معدل الحرق بطريقه سريعه جدا جدا. دايما على طول في بنات بتهيئ لها ان هي عندها كرش وهي في الاصل عندها انتفاخات، فده بتهيئ لها. احنا لو احنا عملنا وصفه زي ديت على الاقل هتبص تلاقي كده يعني بطنك اتصفطت 2 سم او 3 سم، دي هتفرق معاكي كتير جدا جدا في المقاسات وفي كل حاجه. طيب ايه هو بقى المكون الثاني؟ المكون الثاني يا جماعه عباره عن ايه؟ بصوا بقى كده ده الزنجبيل، وده المكون الاساسي في الوصفه بتاعتي. نص معلقه صغيره خالص من الزنجبيل. قبل ما اقول لك الزنجبيل ده بيعمل ايه، الزنجبيل يا جماعه دوت طبعا في ناس هتقول طب انا بتحسس من الزنجبيل او انا مثلا يعني بتعب منه، بدل ما تخليه نص معلقه خليه ربع معلقه تمام اهو. طبعا الزنجبيل هو العامل الاساسي في الوصفه بتاعتي اللي هو بيزود معاك معدل الحرق بطريقه كويسه جدا. حتى لو انت عندك لا قدر الله خمول في الغده يعني جسمك ما بيحرقش بطريقه طبيعيه، ده هيبقى يعني ما شاء الله تحس كده ان هو مكنه الحرق شغاله. بصوا بقى يا جماعه ده المكون اهو، بصوا ده نعناع، نعناع اخضر. لو انت عندك الناشف ما فيش مشكله هنستخدمه عادي، انما انا عندي الاخضر هستخدمه برده بنفس الشكل ده كده. انزل عليه دلوقتي بالميه المغليه اهو، ده كده بالشكل ده كده جهزت معايا الكوبايه، هنقلبها برده كويس جدا. طبعا قلنا لو انت عندك نعناع ناشف برده حط منه مفيش مشكله خالص اهو، هنغطيه بالشكل ده كده حوالي 5 دقايق لغايه ما احس ان هي خلاص بدات تهدى معايا. ده طبعا يا جماعه بعد ال5 دقايق شلناها ايات بالشكل ده كده. طبعا لو في بخار ولا في اي حاجه على الغطا كده هنقوم منزلينه في الكوبايه بتاعتي تمام. بعد ما هديت كده وهقدر ان انا اخدها زي الشاي ما بتاخد الشاي عادي. هنعمل ايه معايا؟ عصره ليمونه، نص ليمونه اهيت، وهنزل عليها كده اهوت
بالشكل ده كده. دي كوبايه بقى ما شاء الله كويسه جدا جدا، دي هتزود معاكي معدل الحرق، هتنزل معاكي كل دهون المتراكمه. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتي جاهزه دلوقتي. طب هناخدها امتى؟ ده ان شاء الله كده اول من ام النوم الصبح قبل ما نعمل اي حاجه هنكون مجهزين الكوبايه دي. طبعا على ما بقى نتوضى كده ونصلي هكون الكوبايه بردت معانا هنشربها. بعد كده ان شاء الله هنستنى نص ساعه او ساعه بالكتير، بعد كده ان شاء الله هنقوم فطرين الفطار بتاعنا العادي. هتنزل عندك كل الدهون المتراكمه اللي بقالها سنين اللي ما بتنزلش الا بصعوبه. تمام، جربوا الكوبايه ديت وان شاء الله عن ضمانتي هتكتبوا لي في الكومنتات وهتقولوا لي ان هي فعلا جابت نتيجه معاكم ممتازه. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا الوصفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.